فير بلاي الاثنين 5 سبتمبر 2022، اهلا وسهلا بكم في موعد جديد من فير بلاي. سلام الدب معكم في الاعداد والتقديم مني بن ناصر، في الاخراج محمود الزنيدي، في الاخراج الرقمي. تنجموا تتابعونا في تونس الكل وين ما كنتم من خلال الفريكونس نتاعنا، وتتابعونا ايضا من خلال موقعنا راديو اكسبريس اف ام.com، وتشاهدونا بالصوت والصوره من خلال اللايف ستريمينغ اللي تلقاوها بدا حاليا في الصفحه نتاعنا اكسبريس اف ام، والا في الصفحه الخاصه بالرياضه اكسبريس سبورت، كما تلقاوها ايضا في بث مباشر على قناتنا في يوتيوب اكسبريس اف ام. اكيد الحدث يفرض نفسه اليوم، باش نحكيو على مقابله نصف نهائي كاس تونس ترشح السي اس اس، وكذلك مستقبل المرسل النهائي، باش يكون الماتش ان شاء الله بين الجناويه وكذلك السي اس اس. السي اس اس كانت فازت على كليوب، والمرسل كانت فازت على اتحاد بن جلدان. باش نحكيو على هذا كل معانا اللاعب السابق للسي اس اس معاوي القادري. معاوي هبيك، مرحبا، عايشك سلام، مرحبا بالساده المستمعين، مسير المونجي، مرحبا بكم. ايضا معنا طارق المسعودي المحلل الفني. طارق اهلا بك. اهلا بك سلام، تحيه ليك، مرحبا بمعاوي، مرحبا بسير مونجي، وان شاء الله نعديو عشوائيه خفيفه على المستمعين نعطيو الاضافه. سير مونجي ابراهيم تحياتي. شكرا خويا سلام، فرحان برشا معاوي عليا برشا ما شفتوش، خويا طارق ديما باتصال معاه، لان رغم اللي هو اصغر مني في العمر نتعلموا منه ربع ساعات اللي ونستفيدوا، لانه قاعد يخدم ويحكي على كره القدم لمصلحه كره القدم. هو قلت لي عندي برشا ما شفتوش معاويه، نحبوا هكا نجيبوا لعبيه، فما برشا عبيد لعبيه قلقت منهم، تحب تشوف عبيد جديده، تحب تشوف خاصه الملاعبيه اللي بعده شويه. معاويه الساعه علاش بعدت انت بعيد شويه على الظهور؟ صحيح، جات فتره الحقيقه قلقت شويه، وصاروا شويه معناتها مشاكل في والله الحقيقه من المسؤولين، تمام، مسؤولين ما كانوش مسؤولين، الشيء هذايا قلقني وبعدني شويه على الكوره، لكن الحقيقه قررت باش نرجع في الصوره، وقعدنا نتبعوا واكيد مع جمعيتنا اللي هي نادي رياضي الصفاقسي. بديت في الظهير تحضر في الشهيد نتاعك، ناوي باش تدرب ان شاء الله؟ ان شاء الله بديت، وربي صار يجيبنا في السؤال ان شاء الله بالتوفيق. ايضا باش نبداو نحكيو على المباراه نتاع غدو، خلينا نبدا معاك سي تاع البارح، عفوا كيف شفت الماتش؟ الماتش شفت بصفة عامة بالطبيعة، قبل بعد شوية ندخل في التفاصيل أكثر. بصفة عامة أنا كي نشوف الأجواء اللي شفتها نتاع جماهير النادي الإفريقي، وكنت تمنيت زاد يكونوا جماهير النادي الصفاقسي موجودين، وإذا كان معناها تسألوا جماهير النادي الإفريقي اسكو بور أو كونتر لوجود جماهير النادي الصفاقسي، جو بونس كو جماهير النادي الإفريقي راهو قبلوا اليوم الشيء اللي عملوا الجماهير، حاجة إكسبسيونيل. أما مالوريزمون كي تشوف جوارات اللي ماهمش موتيفي ليدي عندك جمهور كيما هكاك موجود وكان حاضر وجاهز وماكش موتيفي، انا في بعض في مكان بعض الملاعبين اعتزل كره القدم، لان سي ان مونك دو ريسبي توتال. حاجه اخرى اللي المباراه هذه راهو خدمه، معناها تشوف انت اليوم او نيفو دي دو كوتش فريمون انبهرت بال كريم دلهوم، لان علاش؟ لان تعامل مع المباراه من غير جمهور نتاع النادي الصفاقسي، وفي نفس الوقت راهو نقول لك الحقيقه انا، لان اي فريق في العالم راهو يغادروهم لاعبيه ركائز راهو باش يتعدى بظروف صعبه، وشفنا احنا النادي الصفاقسي اللي كانت نقطه القوه نتاعو هو الاستقرار ومعناه في برشا اشياء، توا ولات مالوريزمون العوام هذه كانت، لكن في المباراه دو لي غرون رونديفو نلقاو لي غرون جوار، وشفنا شادي الهمامي تبارك الله ان اليمون فيديراتور في الـ في الـ في الجروب، خلات اللي كريم دلهوم كان فريمون اكسترورديينير او نيفو دو لا جيستيون، عكس برترو مارشان في المباراه هذه كان فريمون ابسونس توتال، لان كي تبدا مباراه انت ولا جيستيون دا ماتش ملي تبدا دقيقه الاولى وتضيعها ابار الاكسبسيون دو دقيقه 26 تاع الغاندري اللي ضربت على الترانسفيرسال، كي تشوف انت اليوم دي جوار ماهمش موتيفي اللي باش يلعبوا قدام جماهير كيما هكاك وتلعب بور لا فينال دو كوب دو تونيزي، خلات اللي اليوم الملاعبيه هذوما فريمون نقطة استفهام اليوم، علاش؟ لأن تشوف لاري العزوني، تشوف سيسمو هذاك أحمد خليل انيكزيستون بارابور، نجم نقولوا اللي نادي الصفاقسي تكتيكمون كان معناها موجود وخدم عمل كبير برشا، وين وسام يحيى؟ علاش تخليت أنت على وسام يحيى؟ إذا كان تخليت على وسام يحيى اليوم لاعب كبير غلطة كبيرة،
واذا كان ترجعه ما تعملش عليه وتخليه في البنك. مش حابب رجع ماخذ شويه. سامحني تلعبوا ربع ساعه وانت لا جيستيون دون ايكيب اذا ماتش وقت اللي تمركي بونتو دقيقه 78 نورمالمون تو دو فير جيري لو ماتش دون اوتر مانيير. دخلت شويه في التفاصيل. لا بور دير لا خاطر ثم راهو ثم في الكوره وراس خويا اسلام راهو الكوره ما فيهاش علم اليدني. الكوره راهو سي لا فيريتي دو تيران. اليوم كي تجي تلقى دي جوار سونسي بالجمهور هذاك الموجود وما همش موتيفي اليدي باش يعديلك ان كرون ماتش. حتى كي تخسر ابري ان كرون ماتش سي با غراف. لا ديسيبسيون ايتي توتال تو سامبلومون. ما كانوش موتيفي من لعبه الكلوب. اون ا لامبرسيون سي تو ني با موتيفي باش تلعب دومي فينال ضد جمهور كيما هكاكا تو نابا لو دروا دو بورتي لو مايو نتاع الكلوب افريكان. شنو رايك؟ شنو رايك؟ كيفاش شفت الماتش؟ الماتش برافو لسي اس اس، برافو لكريم دلهوم، برافو للبريباراتور فيزيك نتاع سي اس اس مراد الخميري اللي من نجمو كان نوجهولو تحيه معناها عمل بريباراسيون باهية. شفنا اللعبة تاع سي اس اس البارح 124 مينوت وهما يجريو. نعرفوه مراد الخميري، نعرفوا احنا في توانسة احنا في السومي تاع البريباراسيون فيزيك في الافريق وفي العرب الكل، هذه ماهيش حاجة جديدة. ولادنا يخدموا بارتو، ولادنا عندنا كومبيتونس كبيرة، منهم مراد الخميري اللي البارح معناها مرة أخرى معناها كونفيرماسيون. اوروزمون يعرفوا المدرب هزوا معاه السي اس اس. البارح كي تشوف معناها سور بلون فيزيك سي البلون تكنيك وتكتيك في الكلوب كانت خير من سي اس اس برشا، خاصة الشوط الثاني معناها هذا واضح للعيان. لكن على المستوى البدني شفنا برشا مشاكل في النادي الافريقي، اربع خمسة ملاعبية شدهم كرومب، فما تعب، فما هذا كيما كي تبدا فما بيرفورمانس نقولوا يعطيهم الصحة البريباراتور فيزيك خدم بالكدا، كي تبدا فما مشاكل بدنية نقولوا عليها هذاك علاش معناها النادي الافريقي فيه مشاكل بدنية ونادي الصفاقسي كان 100% هذاك علاش مرة أخرى مراد الخميري يعطيه الصحة وإن شاء الله يكمل في المنول هذا. البارح النادي الافريقي هو ربح روحه، النادي الافريقي البارح ما حبش ينتصر، ما حبش يتعدى للفينال معناها. وراو نحكيو اسلام دو تيتر البارح مش تيتر واحد، راه يعني تيتر تاع الكوب وتيتر تاع السوبر كوب. يعني كانت عاده فينال تهز الكوب مش تلعب على تيتر اخر. هذه هذه المشكله، هذه الشاويه بلغه الكوره معناها. جمعيه حضرت ماتش وجمعيه ما حضرتش ماتش، فما برشا حاجات ندخلوا فيها من بعد بالديتاي. المسؤول الاول بطبيعه من غير حتى كلام هو المدرب في الاقل. لا مش في الخلفين بعد شو نقول عليهم بال باهي مثال كاو معناها مره اخرى من لاعبين النادي الافريقي يوريو اللي مازال برشا خدمه وبرشا ريجور وبرشا ديسبلين لازم يكونوا في الجروب انديفيدويال وكوليكتيف والاكسترا برا والبنك وكل شيء باش لانه جمهور الكلوب يستحق اكثر من هكا برشا معناها. البارح كان جاي فما كان جات سي اس اس في التوب نتاعها ولا سي اس اس لا جروند ايكيب وفيها لي ستار وفيها انا قلت سي اس اس عم ناول والافكتيف متوسط يزيد يخرجوا منها بريسك شر ايكيب وتشوف الموتيفاسيون البارح وتشوف الربح ما تنحيش الميل تاع سي اس اس والانرجي والايفور اللي تحطوا البارح اللي الملاعبين سي اس اس عملوه في المقابل في النادي الافريقي برشا 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 حاجات ما نحكيو فيهم. معاويه قبل ما نسالك خويا ما شاء الله شعبيه كبيره نتبع في الكومنتريات على اللايف نتاعنا ما شاء الله جمعيه سي اس اس كل تحيي فيك وفرحانه بيك وفرحانين اللي شافوك. وانا كيف نحييهم وثم ثقه كبيره بيناتنا ومعناتها نتاع اخويه ومحبه وعندهم ثقه في العبد لله. وديما نقولوا كلمة الحق وندافعوا على جمعيتنا وكاو الأكثر لا أقل. باهي كيفاش شفت الماتش معاك؟ والله أول حاجة معناتها مبروك الترشح نتاعنا اللي هو عن جدارة. الحقيقة الربح نتاع البارح يأكد اللي النادي هذه الصفاقسي بالحق معناتها جمعية كبيرة وجمعية عريقة وما تقف على حد سواء من لاعبين ولا مسؤولين ولا أي حاجة. نبداو منظمين ثم معناتها الجماهير قامت معناتها حضرت لاخر حصه تدريبيه في طيب المهيري وشجعت اللاعبين وصحيح ما كناش حاضرين لكن حاضرين بالروح نتاعنا والحقيقه معناتها الاداء متميز وما حسيناش اللي النادي هذا الصفاقسي ماهوش يلعب على الملعب نتاعو. يلعب صحيح في ملعب حمادي العقربي وقدام جمهور معناتها كبير جماهير النادي الافريقي لكن تمكنا من الانتصار عن جداره وحاجه معناتها الحقيقه كي نتبعوا اللقاء نشوفوا اللي النادي الصفاقسي معناتها يستحق عن جداره الترشح نتاعو. باهي
خلينا نبدا نحط الماتش في الإطار نتاعو. طارق، ماتش بالحجم هذا ظهر لي 120 دقيقة في أول موسم، أول ماتش في الموسم، ظهر لي حاجة ما نعرفش ما يش لوجيك برشا في الكرة التونسية. ما يش لوجيك أما أنت تبدا حاضر، معناها شقاعة تعمل، معناها بريباراسيون كاملة، واحد باش تحضر والماتش كان يوفي في 90 دقيقة. معناها فما التعامل نتاع المدرب مع المباراة، ساعة نجيو للبريباراسيون، ساعة البريباراسيون ما كانتش في مستوى، ما كانتش فما الجدية اللازمة. معناها مش معقول نادي الفريق يلعب بزوج ثلاثة ماتشات مع حومة من الأفارقة، مع احترامنا لهم والأفارقة هما الأولانيين في الكرة في العالم، لكن راهم حومة اللي يلعب معاهم نادي الأفريقي. ما تنجمش، معناها كان 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 راي لونترونير لازم فما شكون يوقف لونترونير ويقول له ليه راه لازم فما جديه كبيره في كيما يقولوا فرانسيس كومونترين اون جو، كيما تترين كيما تلعب، راه اذا كان ماك جدي، اذا كان فما تسيب دو ديسيبلين كلمه كبيره. لكن شفنا اللي شفناه في البريباراسيون، مش نورمالمون يقولوا انت فني اكثر وصلح لك يعني غلط، مش يقولوا فما ماتشات صحيح يكونوا جديين وقويين، ماتشات وديه قويه، وفما ماتشات تحس باش تعمل عليهم ابليكاسيون. ما تلعبش نادي الفريق يا سلام، نادي الفريق ما تلعبش مع حومة، ما يلعبوش مع حومة الماتش الاول والثاني والثالث وعملوا شيء زين. كمل السؤال وبعد جاوبني كما تحب انت. معناها وفما ماتشات يكونوا مع الابليكاسيون، يكونوا ضد فرق، حتى تلعب حتى مع الفريق الثاني مع النخبه تلعب، ولا باش تكون معناتها تنجم تابليك الخطط نتاعك. هذا يصير ولا لا؟ هذا هو اللي يصير. لكن اللي صار في التحضيرات تاع النادي الافريقي مش معقول. انا مره اخرى نقول لك النادي الافريقي يلعب مع حومه، مع لامين بعضهم فرقه يعيشوا لهنا ولا يقراوا ولا يخدموا ولا واحد باش يلعبوا معاهم، باش هما يدبرش تيست يمشي يلعب في جمعيه صغيره. معناها مش معقول. وفي البريباراسيون فما لوجيك، فما ملاعبيه تستعملهم في البريباراسيون، تستعملهم في البريباراسيون مش تقرا من هذا الماتش. انا وسام يحيى نحكيو على وسام يحيى، ملاعب كبير وكابيتان وجولد بوي واللي تحب انت، البارح موجود على البنك. سابو قصاب جرادان، قصاب ثلاث سنين سينيور عنده، البارح حشي بيه، هنا صبور البارح حشي بيه، حشيش بياسين دريدي. والليجيون اللي موجودين في نادي الفريق مش فيهم مرشون، نعرفوهم راه احنا ودفعنا عليهم وفي في الكيب ناسيونال ولا في النادي الافريقي وشكون موجودين، لكن كل حاجه تاخذ وقتها. كل ملاعبي في الليجيون راه مش كادو، راه توا النادي الافريقي ما ما ما, ما تنجمش تشري ملاعبي فرصه للليجيون هذوما باش يلعبوا، ما راهم فمش كادوات في الكوره. راه معناها البارح انا مستحق القصاب يدخل ولا الصابور يدخل، مش وسام يحيى. وسام مازال بعيد، عنده عام مرتاح وفي البريباراسيون ما نعرفش ماتشات الكل، وفي البريباراسيون نيفو فيزيك ما نعرفش. انا فما حاجه مش عاديه، ما فماش سانكرونيزاسيون في الستاف. راهو الباترون هو الانترونور، هو اللي يحط، هو الانترونور اون شيف، هو اللي يحط كل شيء. البارح شفنا ملاعبيه معناها نعرفوهم في العاده بدنيا، معناها احمد خليل راهو يعني معاه ثلاثة أربعة ملاعبية، راهو سير بلون فيزيك راهو من أقوى ما فما في ممكن في الشمال الأفريقي. البارح موجوع مرتين وثلاثة، نادر الغندري نحكيك على ملاعبية ديزاتليت، معناها أتليتيكمون من أقوى ما فما، معناها مش نحكيك على ملاعبي مو ولا ملاعبي مش خدام ولا ملاعبي كركار. نقول لك أحمد خليل تعب، دونك تفهم أنت اللي فما مشكلة في التعديلات على المستوى البدني. والبنك الناس الكل تعطي في كونسيني، مش معقول انت تو تنجم تقول لي المسؤول. لا لا، المدرب هو هذوما. نحكي كوره، انا تكنيكمون نحكي كوره. النادي الافريقي البارح فما ما فماش ريغور، ما فماش ديسيبلين. الملاعبيه صغار لازم يعرفوا رواحهم، هما الملاعبيه صغار راك تلعب في الكلوب، راهي مش دوم لك هذه باش تلعب في الكلوب، راهو غدوه يتحل الميركاتو يشتري ملاعبيه. اي مدرب في العالم يجيب شي لاعب اللي يعاونوه. معناها الفرصة هذه اللي جات اللي شياب العبيدي والحمدي العبيدي والادم قرب واليوسف سنانة، اللي انا راه يوسف سنانة راه مازال عليه بكري، راه يوسف سنانة قاعدين تحملوا فيه في اكثر من طاقته، راه يوسف سنانة مواليد 2004، وما تقوليش هو في المانسيتي يلعب 2004، لا احنا في تونس هنا اللاعب مازال ناقص برشا، مازال لازم يخدم في البوست فورماسيون، مازال برشا خدمة سيرتو بلون تكتيك. ياسين دريدي كيف ما 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 في حراسه المرمى مارشون قال لك نمشي في الاكسبيريونس، اختار سيف ومعز حسن وفي الوسط ما فماش اكسبيريونس. البارح مستحقين، البارح كان جاو بلاعبي يتزاد ملاعبي في الوسط عنده اكسبيريونس ولا يكون عنده مينيموم تاع اكسبيريونس ما يسجلش الهدف الثاني هذاك. دونك هذا الكل نحمل المسؤوليه الاولى لبرتون مارشون والثانيه للملاعبيه، اللي انا في العاده ديما الملاعبيه
ديما نجي معاهم ديما نحميهم من لعبية، لانه البارح معناها شوك كبيره، معناها ما تنجمش، معناها النادي الافريقي ما يتعداش البارح، ما تنجمش معناها تجري اكثر ميتو، تبدا مركز، تجي كوره لازمك تحطها في الفيلي، تسكر البلاصه صاحبك، يصير بلون تكتيك ماكش مستحق باش يقول لك راهو في الكوريار لازمك تاخذ صاحبك هذاك. ولهنا نرجع لبرترون مارشون اللي انا را يلزم، لانه رئيس النادي الافريقي كان رئيس فرع ونجح كرئيس فرع، وين عرفته العبيد يوسف العلم عمل اسم كبير كرئيس فرع، كان الحاجات هذوما كل معناها ما يتعداوش. توا بصراحه فما معناها هو كبيره، فما حاجه مش عاديه، فما حاجه في الجيستيون، في الناس اللي قراب، في مع المدرب، لانه شكون مش يكبس الملاعبيه، وشكون اللي مشي يخلي الملاعب سيريو، هو المدرب، والمدرب بعده يجيو المسؤولين. معناها كان ماتش عادي البارح، معناها فما موتيفاسيون اوكي، معناها ما نقولش ماهوش موتيفي، لكن شويه بالكل، معناها شويه بالكل. البارح انك انت دو با من دو تيتر، البارح تخرج مع جمعيه ربي يعلم كيفاش دلهوم عملها ليكيب وعمل بريباراسيون مسكين، وباش الملاعبيه ممكن معاه اقرب للسياسات ويعرف ماهوش في الكونفور يخدم، ماهوش في الكونفور، معناها خذا جمعيه برا دبر راسك، هذوما الموجودين برا دبر راسك. المجال مفتوح يعني في كل النقاش اللي حاب يتدخل في كل الوقت على كلام طارق، وهذا الشيء العكس اللي صار للنادي الرياضي الصفاقسي. كيف النادي الرياضي الصفاقسي الاولاد اللي لعبوا صغار، معناتها ما عندهمش ثم شكون ما لعبش جمله اول مره يلعب في ملعب رادس وقدام جماهير غفيره، لكن الحقيقه كانوا في المستوى، كانوا افضل من النادي الافريقي، وهما اللي خلاو النادي الافريقي بالمستوى هذاك. خاطر احنا تو كي نحكيو كوره، النادي الافريقي بالعوامل الموجوده بجماهيره بالتحذير بكل شيء كان ينجم يعمل افضل من الشيء اللي عامله، لكن مش من فراغ ما نجمش النادي الافريقي، خاطر ثم جمعيه موجوده حاضره. وبالنسبه للبنك، صحيح كلامك خويا طارق، في النادي الرياضي الصفاقسي مثلا تبدلت الشيء هذا. احنا انا حضرت الماتش الودي ضد اتحاد المونستير، سيمونجي عملوا معناتها كومبليت طيب المهيري، والتذاكر معناتها بثما تذاكر ماتش ودي بالفلوس، وعاونوا الجمعيه الجماهير وكذا. شفنا اللي ثم انضباط حتى على الدكه، معناتها حتى على البنك ثم انضباط، كان كريم دلهوم متواجد، كان استحق حاجه باش يشاور ولا يتكلم يمشي، ومعناتها ثم نظام، وثم معناتها برشا حاجات هذه ايجابيه للنادي الرياضي الصفاقسي الحقيقه. تشاطر معايا سي مونجي كي يقول لك السي اس اس كانت خير من الكلوب البارح. هو السي اس اس راهو تكتيكمون كيما قال خويا معاويه، راهو اذا كان تشوف النادي الافريقي فريمون سيتي اللي تشوف مفتوح المجال، خير الافريقي كان خير على خير سيتي ديفيسيل، واش تقول انا نقول النتيجه اللي عرفك كيفاش تتعامل دون لي مومون ديفيسيل. انت جورات الصغار هذوما اللي ندخلوا فيهم، راهو اذا كان ما نعرفوش نعطيوهم الرساله اللي عرف يعطيها كريم دلهوم للملاعبيه، راهو ثم فرق في اوروبا في العالم اجمع. راهو انا مره وقتها ماكيليلي غادر ريال مدريد، قلت لهم ريال مدريد فا سوفرير دو لابسونس دو ماكيليلي، قعدوا اربع سنين ما هزوا حتى تيتر. دونك ليستر كيف زوج جوارات مشاو على رياض محرز ونقولوا كونتي، هزوا تيتر بهم العام اللي بعده، يلعبوا بريسك على تفادي النزول. هذه نقطه القوه نتاع نادي الصفاقسي اللي يعرف فريمون كيفاش يتعامل مع الملاعبيه هذوما، وكيفاش الرساله عداها، لان دو لي مومون فور تلقى تعرف كيفاش تدافع عن نادي الصفاقسي. دو لي مومون انت كي توصل فريق يحب يفوز على المباراه قبل ضربه الترشيح، سي تري رار ضد فريق اسمه النادي الافريقي، سي تري رار صار. ولوجوا وعملوا كونتر اتاك وسجلوا هدف، دونك ولو الهدف الاول معناها سير اون ايرور انديفيديوال، لكن اليوم راهو الرساله اليوم كسوا ادم قرب ولا اي لاعبيه الصغار اللي تدخلهم، لازمك تدخلهم دون دو تري تري بون كونديسيون باش يعطيوك لو بلوس. مالوريزمون ما كانش موجود الاشياء هذه، ما كانتش موجوده، لكن المنجم ما تحملهمش اكثر من طاقتهم. يعطيك الصحه، انا قلت لك على الرساله خويا توا كلامك لي جون اوكي لي جون، احنا اول ما تكلمنا عليهم لي جون مش شاريهمنا برترون مارشان، راه نعرفوهم الملاعبيه ونعرفوا النقائص نتاعهم ونعرفوا اللي مش باش البروفيل تاع التيتولير في النادي الافريقي راهي مش سهله. وهاك تشوف انت لا بريفونير، تشوف معناها الاضافه بريسك معناها، واللي لقاه شهاب العبيدي في النادي الافريقي ما لقاه في حتى جمعيه بعد البلانتي الشهيره تاع ديربي عم ناول، حماه المدرب وحماه المسؤولين وحماه الجمهور.
بعد ما معناه البلوس معناها في ماتش ما فماش شوطه ما فماش بلوس ما فماش حاجه كيف كيف حمدي العبيدي كيف كيف ادم قرب اللي يقول راه مازال يلزمو يخدم برشا يلزمو برشا خدمه برشا خدمه سبيسيفيك وفي البوست فورماسيون سو البلون تكتيك باش يوصل للملاعبي ينجم نقولوا ملاعبي سينيور بويسون رابيد اوكي الناس كل فرحه معناها تفرح كي تلقى موهبه كيما هكاك لكن برشا خدمه تعجبني فيه اوكي مازال بكر عليه لكن اللي فما برشا يهربوا ما هو يمشي للادفيرسير معناها ما يخافش يمشي له كونت ان كونتر ان معناها ويفسخ معناها فما شكون يهز كوره ويهرب بها معناها هو لا يمشي باش يفسخ هو رابيد تقريبا فما في المساكن الكاريتي هذه وكان بسام صرافي اول ما طلع لكن بعد صاروا برشا حاجات اما الكاريتي مش موجوده برشا في الملاعبيه نتاعها فوالا لكن هنا مش مسؤوليه تقرب راه هنا مسؤوليه ستاف تكنيك راه كل عنده نقائص راه لازم يعرف عنده نقائص يقعد معاه فما ترافاي سبيسيفيك فما حصص الصباح فما 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 لازم تعرف روحك اللي راك مازلت بعيد برشا معناها ما خليني نقول مثل شعبي انا دليلي خلف الهبال معناها ما نحبوهمش اكثر من ما نعرفوهم الملاعبيه ونحبوهم وكبروا قدامنا من اللي هما مازالوا في الـ في, الـ في الاكاديمي لكن فما ريغور فما ديسيبلين وما فماش نص ديسيبلين اسلام راه فماش 50% راه يا فما ريغور يا فما ديسيبلين ما فماش فما حاجات لازمها تتراجع في نادي الفريق مسؤول عليها برتون مارشان والمسؤولين اللي شادين الفوت انت خويا طارق قلت حاجه قبيله فريمون هذيك انا سي كيفاش باش تاثر الملاعب هذايا لان ادم قرب شفته يلوش بلوس لو سبيكتاكل كو ليفيكاسيتي يلزم وقتها كما قال على الترافاي سبيسيفيك نصلحوا له انت كي تشوف النادي سفيرسي او نيفو دو لونيون دو جروب دو ليكيب انت كي تشوف معناها الكل الملاعبيه الملاعبيه والاطار طارق سالم طارق سالم ما سارتان مومون عيط للجوار قال له تسكت ما عادش تحكي مع الحكم دون لي مومون ديفيسيل اللي حب يناقش الحكم اليوم جوار مش خاطر الا دو تالون وقتاش تدخلوا وقتاش تحطوا دون لي مومون وتعرف كيفاش تعديلوا الرساله هذه واليوم جورات اللي كيما وسام يحيى معناها اللاعب صابو اللي حكيت عليه فريمون سي ان جوار عنده الجرينت معناها دون لي مومون وانت مستحقه كديفونسور يرجع لك ديفونسور نجم تقدم اسمه نادر الغندري وهذا الكلام هذا راهو مش من السهل معناها قبل المباراة هذه تقال قبل المباراة في وسط المباراة وانت اذا كان كنادي الافريقي ما لقيتش حلول في المباراة في الشوط الاول بالاخص الشوط الثاني دخل النادي الافريقي وحب يعمل البريسينج وحب لكن جيستيون دي ريزلتا كانت اون كاتاستروف عكس النادي الصفاقسي عرف كيش يعمل ومن وكي تشوف انت لا ترونكيليتي وقلت قبيله كلمه خويا طارق جيتي امبرسيوني بار لا كونديسيون فيزيك تاع النادي الصفاقسي راو سيتي اكستراوردينار على لابريسيون انت كي تشوف ايكيب سي تري رار حتى البرا راو يحب يفوز لك بالمباراه قبل ركله الترشيح سي تري رار وهذا النادي الصفاقسي عملوا وفريمون فيليسيتاسيون وتحيه لخويا مختار زيف اللي انا كلمته وقلت له فيليسيتاسيون لان لا فيكتوار سي لا بلوز امبورتون ممكن دون لي مومون ديفيسيل للنادي الصفاقسي اليوم يلقى روحه في الفينال. سير موجي في 123 دقيقة ثم معناتها خمسة لاعبين من نادي الرياضي الصفاقسي في المناطق نتاع النادي الافريقي. وقت اللي سجل فارس ناجي. وقت اللي سجل فارس ناجي وحاجة أخرى اللي بالحق معناتها في الكورة كما قلنا ثم أمور معناتها سهلة في كرة القدم احنا معروف الماتش عندك به يوفا وأنت في بلادك نحكي توا أوكي النادي الافريقي نحترمها ونحترم جماهيرها لكن معناتها مساج صغير. انت تلعب في بلادك ومطالب معناتها بالحضور الجماهيري هذاك وكل شيء مطالب باش تنتصر في 123 دقيقة سي اس اس هي اللي بتطالع القدام و10 لاعبين معناتها تسعة بما فيهم حارس المرمى والاخر معناتها في الوسط شوي في مناطق معناتها فهمتها ولا بيان سير انت غادي باش تجي الاخطاء وباش كذا والنجم يسجلوا هدف وحاجة أخرى على كريم دلهو معناتها يلزم الحقيقة واحد من الناس نحب نشكره وحتى تغييراته كانت معناتها ايجابيه وذكي والهدف الثاني معناتها صارت من التغييرات اللي عملهم الهدف كان سامحني الترابلسي الترابلسي وخليل اللومي وفارس ناجي معناتها هذوما عمل لهم شانجمون وهما اللي تمكنوا معناتها من تسجيل الهدف ان شاء الله خويا معاويه سامحني خويا طارق ان شاء الله خويا معاويه اللي اليوم كريم دلهوم ما نستعملوش كيما استعملوا باش نحكيو سي موجي اكثر كرجل مطافي نحبوا نؤمنوا بالعمل اللي قاعد يعمل فيه باش نحكيو اكثر بعد شويه على كريم دلهوم باش نمشيو للاخبار وبعد مكملين فير بلاي حتى للخمسه